والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ومرجعنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أحوالنا والشرف يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحة اجعلنا مفتوحا للمعاجات والكرامات وأوفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبريات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسرار. ربنا واجعلنا من لدنك وليا ربنا واجعلنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا واتقنا ومنعنا من عمرنا ورشدا. ربنا حيرنا من عمرنا رفقا. ربنا حيرنا من عمرنا مرفقا. آتنا ولي آتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم وقد غرقنا في بحر النسيان لكن الوجاه من فضلك وحبيبك العالى أنك ما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك حب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أخي الحاكمين. اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك. اللهم لين قلوبنا بمحبتك. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم اقمنا على عبادتك. اللهم انصرنا بنصرتك. اللهم احفظنا بحفاظتك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم انزل علينا بركاتك. اللهم اشفنا بشفائك. اللهم داعنا بدعائك. اللهم ارحمنا الامراض الزهر والباطنية. اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة. وعلى سر رضاك رفاتك وفي رحمتك ربك سر سعدنا کی روشنگا سر سختنا کی گرمگا سر دلان پیلے فان کی دور کر دے سر دلان کی زن کی اتار دے سر دلان کی بغض و عنات کی پاک کر دے سر منافقت اور ریاکاری کی بچا سر زندہ رکھتے اپنے رب مدار حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موت دے دے سے محبت کل قیامت والے روز اٹھا دے سے محبت
الكريم رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم صدقا پاک پاک کا صدقا درود پاک بے شمار دفعہ پڑھا گیا اپنی استطاعت بتاؤ اپنی کمزور جی حیثیت بتاؤ اسی قبول فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے بارہ میں رحمت عطا کریم جو اولاد ہے جو اولاد عطا فرما جنہ کی اولاد ہے اولاد کی فرما بردار اولاد کی صراط مستقیم پہ قائم جنہ کی مناسب رشتے بھی ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماروں کی شفا عطا فرما بے روزگاروں کی روزگار عطا فرما کاروباروں کی برکت عطا فرما کوئی کسی پریشانی جلدی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل جلدی مشکل آسان فرما کریم اے کریم اے کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سب کی مدینہ پاک میں آئی آمین مسلمانہ کی بام اتفاق و محبت عطا آمین سارے ملک پاکستان کی اپنی حفاظت عطا آمین ہم پر دلیل ہونا ہم پر ولید ہونا پر ہم علیہ نوراز و عن سے نار سے ہو بینا پر آتو تبینہ میں سے ہو بینا پر آتو سلمت علیہ الظالمین میں سے ہو بینا پر کفر انا سیئاتنا پر حب لنا من عدن کا رحمہ اینا دا انت الوحار انت الوحار انت الوحار وحرمت نبی سید الابرام وصل اللہ تعالی على خیر خلقی ونور عرشه محمود من الله وصحبه